كل اخواتي الاهلاويه في كل مكان، يا رب تكونوا بصحه وبسعاده وفي امان. جمال عبد الحميد، جمال عبد الحميد اللي كل شويه طالع لنا بافتكاسه جديده، مره يقول البطوله في نادي الزمالك بخمسه، مره يقول المشجعين نادي الزمالك الفرد بخمسه. وللاسف جمال عبد الحميد كان اهلاوي وعارف ان شعبيه النادي الاهلي اعلى واكبر من شعبيه نادي الزمالك على مدار التاريخ، من اول تاسيس النادي الاهلي ومن اول تاسيس نادي الزمالك. نادي الزمالك بالمناسبه كان اسمه المختلط، وكلمه زمالك جت من الزملك. الزملك دي عباره عن عشش بتقام على ضفاف النيل، كانت بتتاجر للبغاء والبيوت المش كويسه وكده، فكان بيقولوا عليه زملك زملك زملك، جمع زملك زمالك. الكلام ده على فكره دي معلومه مش انا اللي مخترعها، اعمل سيرش كده على جوجل واسال مسمى زمالك يعني ايه، وزملك ايه اللي هو الزملك. نادي فاروق ده لما اتأمم وكان هو مختلط، وكان فيه من اليونانيين ومن الانجليز ومن الفرنساويين ومن كل فيلم واغنيه، ففاروق قال لك لا احنا هنخليه اسمه نادي فاروق ونخلي كل اللي فيه مصريين. فاللي حصل ان فاروق بعد ما عمل كده كان النادي ده منبوز من الشعب، لان اغلب الشعب بيشجع النادي الوطنيه نادي الاهلي في ذاك الوقت. كان فاروق بيخلي العبيد والخدم والبوابين يروحوا يشجعوا نادي فاروق، عشان كده كان مسمى نادي البوابين من قبل جماهير نادي الاهلي، بسبب ان فاروق كان بيرغم الخدم والحشم والبوابين ان هم يروحوا بالاكراه يشجعوا النادي اللي سمي باسمه. ما علينا. كابتن جمال عبد الحميد اللي خرج من النادي الاهلي بسبب فضيحه اخلاقيه، والفضيحه دي احنا جبناها قبل كده واتكلمنا فيها، وبعد كده فضيحه فله ومش فله ومطربه الجزائريه وكده، كل ده مش مشكلتنا. محمد فارس واحمد اسامه لقنوا جمال عبد الحميد درس عمره، وبعظمه لسانه هو اعترف ان شعبيه النادي الاهلي اكتر من شعبيه نادي الزمالك. طب تعالوا نسمع ونشوف احمد اسامه ومحمد فارس ازاي ادوا القضيه لجمال عبد الحميد، ونرجع نكمل الفيديو بتاعنا. بس زي ما عودتنا يا اهلاوي تدعمنا بلايك للفيديو وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان يوصلك كل جديد بينزل على قناتنا قناه الاهلاويه على اليوتيوب. دعمك بالمشاركه للفيديو بتاعنا على اكونتك على الفيس مهم جدا. دعمك بالمشاركه للفيديو بتاعنا على اي جروب اهلاوي انت بتحبه مهم جدا. نطلع ونسمع ونشوف اسامه وفارس والقضيه لجمال عبد الحميد. يلا بينا. ولكن بعد ما شفنا نادي الزمالك والدوري ابو خمسه، برضه في حد شايف ان المشجع بخمسه؟ ما هو ده الحل الوحيد اللي يخلي، لا ما لو المشجع بخمسه برضه احنا اكتر، فلا مش هتكمل. لا دي بقى انا اقول لك بقى 50 60 50 60 صح 50 60. طيب فكره الشعبيه، شعبيه النادي الاهلي، لا يمكن لا يمكن اي حد بالمنطق يقول ان الشعبيه موازيه. وفكره اصل انت عديت، مش هنتكلم عن حاجه احصائيه ولا مواقع عالميه ولا الكلام ده، هنتكلم عن استادات كان الجمهور بيعاكس فيها ارض الواقع، هنتكلم عن صفحات سوشيال ميديا وتواصل وغيره، النادي الاهلي ليه السياده فيه. مين حاول يغير ده؟ كابتن جمال عبد الحميد اللي دايما في واحده من نوادره كان شايف ان موضوع الشعبيه لا يمكن حصره. نشوف كابتن جمال عبد الحميد قال ايه، وعندنا رد مفاجئ جدا. حضرتك تزعل ساعات ان في ناس بتحاول تقلل من قيمه الزمالك وتقول ان شعبيه الزمالك وان عدد جمهور الزمالك اقل، هل حضرتك ده بيزعلك في اللي بتسمعه؟ لا برد برد بسيط جدا، يعني اي حد بيقول كده يقول انت عديت الجمهور، يعني دخلت شقه مثلا عديت هم سته او خمسه، كم واحد اهلاوي كم واحد زملكاوي، ودخلت كل البيوت ودخلت كل الكفرات ودخلت الشوارع ورحت القطارات ورحت عديت الاهلاويه بواحد واحد، مين اللي قال لك ان ده اكتر من دوت؟ النسبه كام؟ نقول مثلا 60 40 ماشي، 70 30 ماشي، 80 20 ماشي، 90 10 ماشي، عديتهم؟ ليه بتقول ده اكبر؟
لو شفت الاستاد في ماتش النادي الاهلي 80,000 90,000 100,000 120,000 تشوف ماتشات مهمه النادي الزمالك من 90 80 120. كابتن جمال عبد الحميد سابوا من كل المؤشرات التسويقيه على مستوى العالم ومشى في حته عدتهم وقف مترو، عدتهم وقف الشارع، عدتهم، يعني عارف المنطق ده لما تيجي تكلم واحد في اعداد النجوم تقدر بكذا فيقول لك عدتهم. بس حد ده في نقطة كمان قال لك ايه؟ قال لك مباريات النادي الاهلي بيحضر 80 90 الف متفرج، وبرضه في بعض مباريات النادي الزمالك بيحضر 80 90 الف متفرج. طب حضرتك ما بتفتكرش المباريات اللي بيكون فيها الاهلي والزمالك هما طرفي اللقاء وبتشوف مين الجماهير اللي بتغطي المدرجات بيفط موضوع اليفط حتى في المدرجات. لكن الكابتن جمال عبد الحميد سأل سؤال مهم جدا، قال انت عدتهم وبالفعل محتاج يعدهم، بس كان في واحد سنة 2009 دخل مش مترو بقى مدرسة وعد جماهير النادي الاهلي وجماهير نادي الزمالك، نطلع نشوف مين، نشوف الفيديو. فالموضوع بقى صعب جدا اللي احنا عملناه والقاعدة العريضة من الجماهير اللي تهمنا فيها انا وابراهيم وحسني شحاتة فرج عفر طه بفري وحمد امام وعلي خليل والناس دي. امبارح دكتور عايز اقول لك حاجه، انا كنت اول امبارح في المدرسه مدعو كده الندوه مع طلاب صغيرين في السن، فسالت مين اهلاوي، كان حوالي موجود في الاوضه 40 ولد، مين اهلاوي؟ حوالي 38 رفعوا ايديهم، ففضل اثنين. طب اقول مين زملكاوي؟ فواحد رفع والثاني ما رفعش، بقول له انت ما رفعتش ليه؟ قال لي انا زملكاوي بس مكسوف ارفع ايديا. يا نهار ابيض، تقيله دي يا كابتن جمال. وبعدين بص بقى 38 من 2 تقيله قوي كمان، الجيل طالع كله خلاص، واضح ان ابن مالك الجيل ده ناوي يخليها انقرض كده. المشجع مش بخمسه ولا بستين كده. كابتن جمال عبد الحميد انت مش محتاج تنزل مدرسه دلوقتي، لان الاطفال اللي كانوا في 2009 زمانهم كبروا دلوقتي. بس وصلنا لقاعده مهمه جدا، ان المشجع ب 19، المشجع للنادي الاهلي ب 19. طبعا مع كامل تقديرنا للطفل اللي كان مكسوف يرفع ايده ويقول ان هو زملكاوي، بس كان ذكي جدا لان كان عارف ان في 38 مش هيسيبوه في حالهم مع انتصارات النادي الاهلي. اعتقد موضوع الشعبيه ده خدناه مع كابتن جمال عبد الحميد بشكل فكاهي، لان الموضوع مش ممكن ابدا ناخده في نطاق الجديه، لان الموضوع مفهوم تماما ان الشعبيه لصالح النادي الاهلي وبفارق شاسع عن كل الانديه. 39 لواحد واحد 38، لا ما هم اثنين، واحد رفع ايده واحد اتكسب، فاثنين ما انت مع 38 يبقى واحد ل 19. سمعنا جمال عبد الحميد وهو بيعترف وبيأكد ان جماهير النادي الاهلي اكبر في الجيل اللي فات، الجيل اللي كله ما فيش طفل بيشجع نادي الزمالك راح مدرسه والمدرسه فيها فصل، الفصل ده 48 طفل او 40 طفل، منهم 38 بيشجعوا النادي الاهلي، وفي اثنين ما بيشجعوا نادي الزمالك، منهم واحد اتكسف يقول ان هو بيشجع النادي الاهلي. الموضوع مش احصاء، والموضوع مش ان مين اكتر ومين اقل، الموضوع بالعقل والمنطق زي ما قال فارس وزي ما كلنا فاهمين. المباريات اللي كانت بتجمع الخصمين، لو شفت عدد جماهير النادي الاهلي وعدد جماهير نادي الزمالك هتعرف مين اعلى، مين اعلى. هما بس فالحين يجيبوا لك ايه؟ استقبال جماهير نادي الزمالك في قطر في 2019 قبل كورونا، ويقول لك استقبال فريق النادي الاهلي في 21، يجيبوا لك 10 12 واحد يقول لك هو ده، دي شعبيه النادي الاهلي. وبص شعبيه نادي الزمالك، في فرق بين جائحه كورونا وفي فرق بين اما انت تجيب، كان لسه ما فيش كورونا وقتها في 2019، ما كانش ظاهر المرض، كان يا دوبك بنسمع عنه سمع كده في الصين، ما نعرفش ايه بيعمل ايه، تمام. لكن المشكله في الكائن الزملكاوي لازم يلهيك عن اي قضيه نادي الزمالك جماهيره اكتر، نادي الزمالك نادي القرن، نادي الزمالك بيظلم تحكيميا، لازم يشغلك باي حاجه يخرجك بره تركيزك انت، تركيزك في بطوله، تركيزك في هدف معين هو عايز يهري في اي كلام. لكن لما بتجيب له ماضيه وفيديوهاته القديمه بيفتكر ان هو قال ان شعبيه النادي الاهلي اكبر من شعبيه نادي الزمالك. طب هنروح بايه دي؟ احمد جمالات سال الغلاوي شوقي التعيس مدى او نسبه النادي الاهلي جماهير النادي الاهلي
لجماهير نادي الزمالك. شوقي السعيد قال 70-30، 70% أهلوية ل30% زملكاوية. هو اللي اعترف وهو بيكره أي حاجة اسمها أهلي. حتى أحمد جمالات استغرب، كان عايز يقول العكس، كان عايز يقول إن شعبية نادي الزمالك أكبر وأعظم، لكن هو عارف إن شعبية النادي الأهلي أكبر وأعظم. الموضوع مش بالكمية أو بالكم، الموضوع بإن المشجع الأهلاوي لما بيكون في مشكلة على النادي الأهلي، لما بيكون النادي الأهلي اتغلب أو اتعادل وفي خطأ تحكيمي، ما بيطلعش يحط التعادل أو الهزيمة، ما بيحطش على شماعة التحكيم. على العكس مع جماهير نادي الزمالك، يبقى الحكم حاسب لهم ضربة جزاء وطرد لهم لاعب من فريق منافس، ويطلعوا منك لله حسبنا الله ونعم الوكيل في الحكم فلان الفلاني اللي ضيع المباراة من النادي الزمالك. في عز ما الزمالك يبقى مجاملهم يعني مجاملهم مجاملة فجرة وفجأة يطلع يقول لك حسبنا الله ونعم الوكيل، نادي الزمالك مظلوم، نادي لك الله يا زمالك. هم دول جماهير نادي الزمالك. الفيديو احنا عندنا كم كبير من الفيديوهات، انا بحاول اجدول الفيديوهات بجدولة زمنية. الفيديو اللي ينفع يتركن بركنه، ممكن اركنه يوم 2-3-10 اسبوع شهر شهرين واعرضه لحضراتكم. في فيديوهات بتبقى حديثة، دي بتتطلب ان احنا نعلق عليها، لما يبقى ما فيش حاجة حديثة وحاجة تستاهل الردود احنا بنطلع من مكتبتنا القديمة وبنطلع الفيديوهات لحضراتكم. بشكركم شكرا جزيلا، ما تنسوش تدعمونا بلايك للفيديو، تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان يوصلكم كل جديد بينزل على قناتنا قناة الاهلاوية على اليوتيوب. ما تنسوش تعملوا لنا مشاركة للفيديو على اكاونتك، وتعملوا لنا مشاركة كمان على اي جروب اهلاوي انت بتحبه. بشكركم مرة واثنين وثلاثة وعشرة، كان معاكم اخوكم هاني الشرقاوي، والسلام عليكم.